والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي لقناتكم قناتكم قناة بي بوبجي تي في. اخواتاتي رجعت لكم من جديد. المهم الدراري قبل ما نبداو في هذا الفيديو هذا ما كرهتكمش يا اخوتي اخواتاتي تساعدوني من عندكم بواحد لايك وبواحد كومونتير تاع فيزي. اخوتي اخواتاتي ديما كاين سحب عشوائي من الكومونتيرات على 100 جوهرة. ورا الدراري ما كرهتكمش انتم الناس اللي كتشاهدوا هذه القناه لاول مره اخوتي اخواتاتي، ما كرهتكمش يا اخوتي اخواتاتي تشتركوا معنا وتفعلوا معكم خاصيه زر الجرس وتوصلوا بكل ما هو جديد قناه بي بوب جي تي في. شكرا لكاع الناس اللي ديما كدعمنا، شكرا لكاع الناس اللي ديما كتبعنا، شكرا لكم بزاف بزاف. واليوم اخوتي اخواتاتي معكم في هذا الفيديو هذايا عندك المو اخوتي اخواتاتي على الشخصيه ديال فري فاير اللي حاليا كاين اخوتي اخواتاتي بالمجان. وثاني اخوتي اخواتاتي عندك المو معكم في هذا الفيديو هذا على شح جواهر فري فاير مجانا عاوتاني. ولكن الدراري كما قلت لكم ما كرهتكمش يا اخوتي تدعمونا معكم في هذا الفيديو ببارطاج واللايك، ولا كنتي اسطوره غير مشترك ما كرهتكش يا اسطوره اشترك معنا وتفعل معك خاصيه زر الجرس. وتحياتي لكاع الناس اللي ديما كدعمنا، شكرا لكم بزاف بزاف. المهم اخوتي بنبداو باول حاجه وهي الشخصيات. المهم الدراري كما شفنا شحال هذه الشخصية الوك ما كانتش كتحط بالمجان ولا ولو لمدة 7 أيام، شفناها على ما أظن قلال ماشي بزاف ماشي بزاف ديال المرات حطوا هذا الحدث هذا أخوتي أخواتاتي. والدراري ما كرهناش بيني وبينكم أخوتي ما كرهناش تحط الشخصية ديال الوك بالمجان ويتحطوا بعض الشخصيات آخرين عاوتاني، مثلا بحال الشخصية ديال كرونو والشخصيات الآخرين اللي تحطوا في هذا الآخر أخوتي ما كرهناش يا أخوتي أخواتاتي تحطوا بالمجان. المهم الدراري بيني وبينكم أخوتي أخواتاتي اليوم بقيت كنسركل كنسرك كنلقاكم أخوتي أخواتاتي الدولة هذه اللي بزاف ديال المرات اللي تكلمنا عليها أخوتي أخواتاتي حطوا اليوم الشخصيات بزاف ديال الشخصيات حطوهم اخوتي الشخصيه ديال الوك الشخصيه كما قلنا ديال كرونو. المهم الشخصيات الدراري بيني وبينكم اي شخصيه اللي زوينه بزاف بزاف نتوما عارفين اخوتي راه كاينه حاليا اخوتي اخواتاتي لمده 7 أيام مجانا. وكما كتشوفوا اخوتي اخواتاتي معنا هنايا كاين بعض الشخصيات عاو كما كتشوفوا الدراري راه كيتباعوا بجولد. المهم الدراري بيني وبينكم اخوتي اخواتاتي الشخصيات اللي يمكننا نحصلوا عليهم لمده 7 أيام وتجربها وتلعب بها لمده 7 ايام. المهم الدراري هاد الشخصيات هادوما اخوتي اخواتاتي راهم حاليا الدراري كاينين في الولايات المتحده اخوتي في السيرفر ديال الولايات المتحده. كما كتشوفوا اخوتي ماشي كاينين غير الشخصيات ديال الوك، كاين جميع الشخصيات اللي متواجدين في لعبه فري فاير اخوتي اخواتاتي باجمعهم اخوتي قليل من الشخصيات اللي ما مضيفينش هنا اخوتي اخواتاتي وصافي. المهم اما اخوتي اخواتاتي كاين كما كتشوفوا الشخصيه ديال الوك كرونو الشخصيات اللي تحطوا جدادين هاد الشخصيات هادوما اخوتي كما كتشوفوا معنا عاد استفاد كما قالوا هما راه لمده 7 ايام فقط كتسمى الشخصيه عاد لعب بها عاد جربها عاد هذيك كما قلنا اخوتي اخواتاتي هاد السيرفر هذا ديال الولايات المتحده اللي حابب يجرب راه داكشي سهل وبسيط وخفيف. اي واحد نتمنى يكون عنده هاد الشخصيات كاملين يتحطم الشركه بالمجان. ونتمنى اخوتي يحصلوا عليهم الدراري كاملين كاع الناس اللي ديما فري فاير وديما مع فري فاير ما كرهناش يا اخوتي نشوفوا اي واحد عنده هاد الشخصيات هادوما كاملين بالمجان. المهم اخوتي خلينا من البلاصه هادوما كما قلنا اخوتي عاوتاني عندك المعالج ان جوهر فري فاير احسن طريقه يا اسطوره اللي تقدر تشحن بها جوهر فري فاير في سنه 2021 يا اسطوره. وهي اسطوره قصك اول حاجه ديرها وهي حول بلاي ستور اللي عندك اللي كتيليشارجي منها الالعاب حولها على الولايات المتحده. وراه يا اسطوره كاين بزاف ديال الطرق اللي تقدر تجيب منهم بطاقه ديال جوجل بلاي وتشحن، ولا كاين بزاف ديال العروض اللي تما كاينوا في بلاي ستور ديال الولايات المتحده اللي تقدر تستافد منهم وتشحن ثاني. يلا يا اسطوره.